مرحبا أعزائي، استفيدوا من موسم السبانخ لتجربوا أكلات كتير لذيذة وحتى يمكن ما جربتوها قبل. وصفتنا لليوم هي المعكرونة بالسبانخ، وصفة لذيذة جدا وسهلة وطعمها جدا جدا رائع وغني. بتمنى تجربوا هذه الوصفة وتعطوني رأيكم فيها، وإذا عجبتكم ما تنسوا تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب ليصلكم كل جديد. أول شي ضفت معلقة ملح صغيرة وشوية زيت على مي مغلية، ومن بعدها ضفت تقريبا 250 جرام من الباستا. فيكن تنقوا أي نوع باستا، بس أنا بفضل هيدا النوع من الباستا لهيدي الوصفة. ومنتركن على نار قوية تقريبا من 9 لـ11 دقيقة، وطبعا مع التحريك المستمر تما تلزق المعكرونة بكعب الطنجرة. ومنضيف مقدار كوبين من السبانخ المقطعة والمغسولة، وأكيد بدها تكون السبانخ طازة مش متلجة. ومنزيد عليهم مقدار معلقتين من البقدونس المغسول المفروم وكوب من الحليب السائل، ومنضربهم على الخلاط لحتى يصير معنا مزيج متجانس. هيدي الوصفة أعزائي بتكفي 4 أشخاص. إذا حبيتوا تشوفوا المقادير المضبوطة الدقيقة فيكن تشوفوها بصندوق الوصف أسفل الفيديو. وبس يصير لون المزيج أخضر صافي معناته صار جاهز. بهيدا الوقت ضفت شوية زيت زيتون وشوية بصل أخضر أو يابس مفرومين، منقليهم مع بعض على نار متوسطة لحتى يدبلوا ويستووا معنا. وبحال كان متوفر عنا بهار البصل فينا نستغني عن هيدي المرحلة. ولتحضير الصوص دوبت شوية زبدة من بعد ما دابت تقريبا، ضفت عليهم 3 معالق من الطحين. ويفضل لما نحضر صوص البشاميل نحضره بوعاء ستانلس عشان ما يتجروح، لانه ليطلع معنا القوام تاعه بيرفكت ضروري انه نعملهم بالمضرب اليدوي لحتى ما يكون عنا اي تكتلات. ومن بعد ما صار لونهم تقريبا ذهبي صرت ضيف عليهم تدريجيا كوب من الحليب السائل، واستمرت بالتحريك وضروري يكون بالمضرب اليدوي وبسرعة. نستمر بالتحريك لحتى يدوب الطحين كليا، لأنه الطحين ما بيدوب على حرارة عالية. ومن بعد ما يدوب حتلاحظوا أحبائي أنه دغري صار معنا مزيج متماسك ومتجانس. ومثل ما شايفين أعزائي صار الصوص جاهز. هلا صار وقت انه نضيف عليه البهارات واكيد بقية كمية الحليب. وبحب نبهكن أعزائي انه انا هون كنت بعدني عم ضيف نفس كمية الحليب اللي هي كباية، بس انا عم ضيفها تدريجيا، يعني كل ما لاقي القوام صار متماسك ضيف الحليب شوي شوي، ما بضيف كل كمية الحليب فرد دفع. هلا ضفت تقريبا ربع معلقة صغيرة من البهار الأسود ونص معلقة بابريكا، ومنضيف نص معلقة صغيرة من بهار الثوم. وبحال ما توفر عندكم مثل ما قلت لكم بهار الثوم والبصل بتقلوا ثوم ومن بعدها بصل، هيك بتستغنوا عن بهار الثوم والبصل. ومنضيف الملح حسب الرغبة، أنا زدت تقريبا معلقة صغيرة من الملح. وهلا صرت ضيف المي تدريجيا لانه خلصت كمية الحليب. وكل ما انتو تلاقوا انه الصوص صار جامد كتير ما بتكون هيك، وبتزيدوا المي تدريجيا وبتحركوا منيح.
وضفت عليهم ربع معلقة بهار تشيدر، وإذا ما عندكم بهار عندكم جبنة تشيدر فيكم تزيدوا، وإذا ما عندكم اتنين كمان فيكم تستغنوا عنهم الاتنين، بس هن بضيفوا شوية نكهة ألذ. ولحتى يطلع معي الصوص كريمي ولذيذ ضفت عليه تقريبا كوب من جبنة الموتزاريلا المبروشة، وإذا ما عندكم مبروشة طبعا فيكم تحطوا مقطعة، وبس أنه حتاخد وقت أكتر لحتى تدوب. وآخر شي منضيف السبانخ يلي حضرناهن ومنحركن كتير منيح لحتى يختلطوا مع بعض، ومنتركن تقريبا 10 دقايق على نار هادية أو حتى يبلشوا يغلوا. ومن بعد ما استوى الصوص ضفت عليهم البصل اللي حضرته مسبقا، بس ضروري يكون البصل مستوي منيح لما نضيفه عشان ما يقرش نحن وعم ناكله. وآخر شي من بعد ما خلصت الصوص ضفت عليهم المعكرونة أو الباستا اللي حضرناها وحركتهم كتير كتير منيح، وتركتهم على النار تقريبا 10 دقايق أو حتى يبلشوا يغلوا. ومن بعد ما جهزت الباستا وصارت متجانسة ضفتها على صينية بايركس الخاصة بالفرن، ورشيت عليها كمية وفيرة من الموتزاريلا يعني على ذوقكم، وحطيتها بفرن من فوق وشويتها من فوق بس تقريبا 20 دقيقة على حرارة 220، وأكيد مع المراقبة، يمكن يكون الفرن عندكم قوي ويحرقها فأكيد ضروري أن تراقبوها. وبس صارت الجبنة مثل ما شايفين لونها شلتها، وما بخبركم على الطعم قديش هي طيبة 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 طيبة. بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم فيها، وإذا عجبتكم الوصفة ما تنسوا تدعموني بلايك وشير ليوصلكم كل جديد، وإلى اللقاء مع وصفة جديدة من مطبخ الزيتون. باي باي.